مع ديما نقول لك اخويا طارق اخويا هادشي ما كيفرح ما والو راه داكشي اللي كاين راه قالوا على الطيف كلشي بقى فيه الحال فهمتي بقات فينا الفرقه كنبغوا فرقتنا كنا بغينا فرقتنا اليوم جينا باش نتفرجوا باش نشوفوا فرقتنا تبقى في القيسم العام الجاي نديروا شي حاجه الساعه ما كاين والو جينا ما كاين حتى شي حاجه الناس الدراري ولاد البلاد الدراري هما كلشي ضايعين كاع ولاد الفرقه ضايعين فنا واش عطيني شي واحد ولد الفرقه داخل لاعب كيضارب على التشوني كلشي براني كلشي براني خرجوا على الفرقه المكتب اللي جا حتى حاجه ما دار والو حتى شي حاجه ما دار كلشي الشباب الشباب اش داروا الشباب ما داروا لا والو خونا بزنس الفرقه جاب هادي حيد 20 واحد فناو المرابط فناو سامي فناو بيضاوي وخلي 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 وكاع ولاد الفرقه خرجوا عليها كلشي دابا ولاد الشباب المحمديه تلقاهم كلهم لاعبين في الفرق على برا فما اي فرقه غتمشي تلقاو جوج ولا ثلاثه ولاد المحمديه الشباب راه فريق كبير شباب فريق امه عنده فهمتي تاريخ لعبوا فيها امجاد كبار وعنده سميه انا ما عمرني هضرت على الفرقه حيت كن ما عنديش استطاعه باش غندوي كنبقى ساكت علاش حيت ما كاينش اللي كيدوي علينا وما كاينش اللي كيوقف معانا ويعاوننا بصفه دراري ولا مدينه كنغير على فرقتنا انا دابا دويت محب فريق ماشي لاعب فارق محب فارق بزاف وكنغير على صحابي كنغير على المدينه حيت مدينه كبيره وكنبغيوها بزاف وحشومه فرقه في حال هذه تكون في هذه البلاصه حشومه بعض اللاعبين وانا بعدا انا اللي بغي نوصل هذا الميساج انا كنتمنى من الله اللي بغى يشد هذه الفرقه يشد بروح بروح فرقه روح روح وواحد الحاجه اللي بغيت نوصل لك هذا الفيديو ديال هذا السيد ولا ديالي ولا ديال الدري خاصك توصلوا حيت هذا الميساج حيت حنا ولاد الفرقه ولاد المدينه كنوصلوا حيت ما وصلتيش هذا الميساج هذا حيت معمر حيت معمر هذا الميساج غيوصل علاش؟ حيت واحد بزناز كيبدا ميساج ما تيوصلش بالعكس حنا اليوم غادي نوقفوا كاملين وكاع الدراري غنديروا يد في يد باش هذه الفرقه هذه خص يشدوا ناس باش يغيروا على الفرقه والناس اللي عندهم تاريخ في كره القدم الشباب المحمديه خصهم يوقفوا مع هاد الشباب ومخاصش شي براني يبقى يلعب في هاد الشباب حيت الشباب نقول لك علاش وصلت هكا حيت هاد 11 واحد اللي كانت لعبه ثلاثه منهم 11 ماتش كيشقبوا في الفرقه وراه معروفين وبلا ما نبقاو نجبدوا الاسماء وداك الشيء اللي طلع عطاه دابا المهم انا اللي بغا نوصل لك الميساج اخويا هاد العام اخويا راه مشى والعام الجاي خاصهم يتضامنوا كاملين ويتعاونوا باش الفرقه ترجع بعدا فين كانت ونشوفوا عاوتاني العام العام اللي وراه واش غادا تطلع حيت الفرقه راه غادو كتغرق اخويا المهم الرساله ديالي اللي غنوصل انايا كنتمنى يكون مكتب جديد ودراري ولاد المدينه حنا بغينا نشوفوا ولاد فرقتنا اخويا هادشي اللي غنوصل لك اخويا وكانت سميه كبيره وخرجوا عليها اخويا صراحه ديال الله بالنسبه لشي لاعبين اخويا طارق كما قلتي انت طرحتي السؤال ديال ان شي لاعبين بالنسبه بداو كيبكيو في الاخر هادوك تعبير على ان كاينين منهم بانهم كيعبروا على الفريق حب الفريق ديالهم باقيين صغار دراري تنعرفهم ولكن كاينين شي لاعبين اخويا طارق ما كيسالوش اصلا يدخلوا من الباب ديال لاكار ديال المدينه حيت اصلا خاصك تكون انت راه حيت هادي شباب محمديه اخويا طارق راه عسيله وفراس والرعد الله يرحمه والاهرام ديال الكره اللي داز في هذه الفرقه يعني حشومه وعار لعاب ما كيعرف يضرب حتى الباس باش يجي اخويا طارق يلعب في الفريق والشباب اللي كانت اللي لعبت ضد الوداد كاس العرش الشباب اللي كانت لعبت في كاس العرش واش يدي الشباب هذا ما جاي باغي يشد الفرقه غاديك اللعبه راه انا بغا نتوصل بهذا الفريق هذا غنزيد بما زدتيش كون زدتي اليوم غات الماتش غتربح اليوم ماتش 40 نقطه تاع عام كامل نجيب 40 نقطه ما كاينش اخويا دابا حنا غنبقاو نهضروا بزاف غنبقاو كل واحد يكذب على واحد فرقه خرجوا عليها من الاخر فرقه خاص العام الجاي ولاد البلاد يتضامنوا ويتعاونوا وفرقه خاص فهمتي يدعموا الدراري ديال الجونيور علاش كاينه فرقه جونيور مينيم كات علاش كيديروا من الفروق باش كيعطيو الفرقه وانا اللي بوصل لك اخويا حنا العام الجاي بغينا فرقه اخويا بغينا نشوفوا فهمتي بغينا نشوفوا حنا فريق غنشوفوا ولاد المدينه ونشجعوهم فهمتي ما نشوفوش براني شو واحد سال كاريال ديالو جيبوا لينا حنا انا شنقول لك الصراحه المهم خويا رساله ديالنا وصل هذا الميساج جميع مكونات الشباب المحمديه فهمتي باش اي واحد غيشوف هذا الفيديو هذا غادي تغير على الفرقه الشباب راه فرقه كبيره خصك تعرف هذه القضيه الشباب من الفرق الكبار شي اللي بغا نوصل لك